السلام عليكم اخواني، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي ان شاء الله غادي نهضروا على المباراه اللي لعب المنتخب المغربي مع المنتخب ديال ناميبيا، والمباراه اللي كانت صعيبه على ارضيه الملعب عكس على الورق اللي الكل كان كيرشح ان المنتخب المغربي انه يخرج المنتصر من هذه المباراه هذه بحصه عارضه وبكل اريحيه، ولكن المباراه فهي كانت صعيبه. في هذا الفيديو غادي نعطيكم الخطه ديال كلا المنتخبين، كذلك اخواني غادي نهضر على الطريقه اللي لعبوا بها كلا المنتخبين. بالنسبة للخطة اللي لعب بها المنتخب المغربي فهو لعب بربعة 4-3-3 كلاسيكية، والفريق الآخر المنتخب الناميبي فهو لعب بربعة 4-2 الخطة العادية. بونو لعب في الشبكة، بن عطية وسايس لعبوا في محور الدفاع، نبيل ديرار لعب في الجهة اليمنى، أشرف حكيمي لعب كمدافع في الجهة اليسرى، أيت بن ناصر لعب كوسط ميدان دفاعي خلف من اللاعب مبارك بوصوفة واللاعب يوسف أيت بن ناصر، حكيم زياش لعب كمهاجم في الجهة اليمنى، يوسف النصيري لعب رأس حربة، وكذلك نور الدين أمرابط فهو لعب كمهاجم في الجهة اليسرى للمنتخب المغربي. بالنسبة للطريقة اللي لعبوا بها كلا المدربين، المنتخب المغربي فهو دار الاستحواذ على أطراف الملعب ومرماش بالثقل ديالو الكلي على الفريق الخصم، كنا كنمشيو بواحد الاقتصاد كبير خاصة محوري الدفاع ملي كتكون الكرة عند المنتخب المغربي غانم سايس واللاعب بن عطية كانوا كيلعبوا بهذه الطريقة، كان كيدخل يوسف النصيري، أمرابط، حكيم زياش، بوربيعة، مبارك بوصوفة، يوسف أيت بن ناصر كيبقى قريب، كان كيديبلاصا اللاعب نبيل ديرار، أشرف حكيمي، واللاعبين ديال محوري الدفاع اللي هو بن عطية وسايس، فهما نفس الأشياء اللي كنا كنقولوا في الفيديوهات السابقة والناس اللي متبعين القناة، كنا كنطالبوا بأنهم ما يكونش أنهم ما يلعبوش هنايا، احتراما للسرعة ديالهم من الأحسن أنهم يلعبوا شوية بعاد، ويخليوا فرصة أنهم إلى الفريق الخصم بغى يدير المرتدات، ما تكونش واحد المساحة كبيرة في الدار ديالهم. بهذه الطريقة لعبوا، كان المنتخب المغربي كيلعب على عرض الملعب، إلى طلع اللاعب نبيل ديرار كيبلاصيه اللاعب بربيعة كيوقف في المكان ديالو باش ما نخليوش الظهر ديالو فارغ ويلعبوا لنا في المنطقة اللي كتبقى خاوية بحال الأهداف اللي تماركاو علينا في المباريات الودية. كذلك إلى وصلت الكرة عند اللاعب أشرف حكيمي مع نور الدين أمرابط اللي مرة كان كيتكروازا هو وحكيم زياش، كان كيجي اللاعب مبارك بوصوفة وكيعمر الظهر ديالو باش ما تبقاش نفس المكان اللي يبقى خاوي في هذه المنطقة هذه، ويوسف أيت بن ناصر وغانم سايس وبن عطيه فهما كانوا كيبقاو قراب في حاله الى بغى الفريق الخصم انه يخرج لي كونتر ديالو ويمشي يلعب في الظهر ديالنا، كانوا كيوقفوا بهذه الطريقه، واحد كيغطي على واحد، الا كانت الكره مثلا غادي تخرج من هذه المنطقه هذه واحد كيغطي على واحد، بهذه الطريقه المنتخب فهو دار الوقوف ديالو الدفاعي والوقوف ديالو في الجانب الهجومي، فكيف ما ذكرنا كانوا كيطلعوا الاظهره ديال المنتخب المغربي ولاعبين الاخرين فهم ما كانوش كيدخلوا المنطقه ديال الكروس واي يعني عمق الملعب باش ما يدير باش يزيد يديروا الزياده العدديه. رونار فهو لعب باحتياط كبير، هاد اللاعبين هادو عوض انه يلعب بهم وزياده عدديه ويغامر ويخلي نصف الملعب ديال المنتخب المغربي ضعيف ويخلي مساحات كبيره في الدار ديالنا، فرونار ما تاقش اليوم خدم اقتصاد كبير، ومن الاحسن انه المباراه الاولى تاخذ فقط 3 نقاط، ما كيهمش الاداء وما كتهمش النتيجه، فقط انك تاخذ 3 نقاط اللي تخلي لك فرصه المباراه الثالثه في الدور المجموعات هي انك ديك الساعه تدخل ودير الاداء وتلعب على النتيجه الا بغيتي، ولكن اليوم ما خصكش تغامر. ما كانوش هادو كيطلعوا كيغطيو الدار ديال الاظهره وكنبقاو لاعبين باحتياط كبير. الفريق الاخر كيف ما كيشوف الشارع المغربي والجمهور المغربي اللي شاهد المباراه باللي المنتخب المغربي ما صنعش هذوك المحاولات اللي كنا كنصنعوهم في مباريات قبل وكنا كنكونوا قراب من الشبكه، السبب والسؤال هو علاش؟ الجواب فهو واضح، الفريق فهو وضع لينا جدار بشري مكون من 4 لاعبين اللي هو البلوك با دفاع المنطقه، وامامه جدار اخر متكون من 4 لاعبين، هنا شنو عطانا؟ عطانا هذه المنطقه هذه هي اللي نورمالمون خص يكون مثلا فيها صانع الالعاب اللي يمشي مره يمشي بوصوفه وبربيعه، بوصوفه وبربيعه فهما ما مشاوش فهما غطاو الدار ديال اللاعبين اللي كانوا كيطلعوا، الحريه الاكبر كانت غادي تبقى عند حكيم زياش هو انه يلعب في هذه المنطقه هذه، والمدرب ايضا فهو خدم هذا المنطق هذا وخلى حكيم زياش ما يلعبش بزاف في الباندا ويدخل الكولوار، وشفنا انه دار تسديدات اللي كانت بعيده على المربع كيضرب من خارج المربع، وكذلك الوقوف ديال الكتله
الجماعية ديال اللاعبين والزيادة العددية في الحالة الدفاعية ديالهم، فهي ما خلاتش انه تكون رؤية شاملة للمرمى من طرف اللاعبين اللي كيديروا تسديدات للمنتخب المغربي. وشفنا تسديدة من نبيل ضرار اللي كانت بعيدة، شفنا حكيم زياش اللي مرتين ايضا ماسكي واقف للعب، وكذلك تغولات اللي كانت على قلتها. السبب هو انه الجدارين البشريين اللي وقف بهم المدرب ديال ناميبيا صعبوا على المنتخب المغربي انه يمشي للشبكة، زائد الوقوف والتركيز الجيد ديال الحارس ديالهم بمجرد انه خد الكرة الاولى قاعديا عند حراس المرمى. ملي كتربح الكرة الاولى وكتشدها، فهي كتعطيك ثقة وكتدخل في الماتش. هادشي اللي وقع للحارس اليوم ديال ناميبيا. هذه هي الطريقة اللي خلات المنتخب المغربي انه ما صنعش هجمات كثيرة، ما كانش انهاء الهجمات بطريقة اللي كنا كنتمناوه، ولو انه يوسف نصيري فهو حاول بزاف ولكن كان مخبي، كان ولا بد انه كان كيخرج باش يطلب الكرة باش يقيسها باش يبقى مع المنتخب المغربي في الوجو داخل مع الاداء، باش كتكون واحد التلقائية في اللعب حسن من انه يبقى واقف وما توصلوش الكرة. بالنسبة للمباراة ديال المنتخب المغربي في الشوط ديالها الثاني، نفس الطريقة لعبنا بربعة 3-3 كلاسيكية، خلينا الفريق الخصم انه يولي هو شوية يشد الكرة المنتخب المغربي، ولا كيخلي الكرة للفريق الخصم ايضا باش يخرج من التقوقع الدفاعي ديالو، ولاو كيتيقو كيمشيو تاهما في الاطراف. ونفس الشيء فالمنتخب المغربي خدم نفس الاسلوب ديال الشوط الاول، ولكن التغيير ديال اللاعب سفيان بوفال فهو عطى واحد الاختلاف على الشوط الاول، ولا سفيان بوفال كيلعب الثنائيات وكيحاول يدريبل وكيحاول يدخل الجهه اليسرى ديال المنتخب المغربي اللي كان فيها حكيم زياش ولا صانع العاب بحكم انه خرج بربيعه من اللي خرج، ولا حكيم زياش هو اللي في صانع الالعاب، امرابط هو اللي لعب كمهاجم في الجهه اليمنى، سفيان بوفال فهو ولا كيلعب في الجهه اليسرى، بينما مبارك بوصوفا واللاعب يوسف ايت بن نصر فهما كانوا كيغطيو الظهر ديال اللاعب حكيم زياش في حاله الا ضاعت ليه الكره ما تمشيش هجمه مرتده على المنتخب المغربي. الفريق الاخر بقى محافظ على نفس النظام اللاعب ديالو وزاد صعب علينا المباراه، لكن المؤاخذه البسيطه هو انه المنتخب المغربي كان كيحاول انه يبني الهجمات ولكن من منطقه بعيده، كانوا كيبنيو الهجمات بثنائيات من منطقه بعيده، ثنائيات كنا نحتاجهم هنا باش نفكوا الشفره وهذا التقوقع الدفاعي ديال الفريق الخصم. هنا كان خصنا نفكوا هذا الدفاع هذا بتمريرات وكذلك بثنائيات، واحد يجاوب واحد وندخلوا نفس الطريقه اللي كانت هنا، واحد التسديده اللي عطاها لنا اللاعب زياش والحارس كيحيدها بصعوبه بالقدم ديالو اللي كان على تركيز عالي الحارس طيله المباراه. الجهه اليمنى اللاعب نور الدين امرابط ونبيل ضرار، الجهه اليمنى كانت نقطه ضعف للمنتخب المغربي في الشق ديال هذه البناء، ماشي في الشق الدفاعي. الشق الدفاعي كانوا المنتخب المغربي كمنظومة فهم سيطروا على المباراه دفاعيا، ولكن في الجانب ديال الهجومي كان عندنا مشكل. لاعب امرابط وضرار خاصه ضرار التمريرات العرضيه حتى شي وحده ما نجحات ليه، وكانت نقطه سلبيه. يعني ملي كدير مجهود ديال الفريق وكتوصل الكرة عند لاعب ما وكتضيع، فالمجهود كامل كيضيع ديال اللاعبين كاملين، وكتولي مطالب انك تضاعف الجهد وتجيب الكرة من الفريق الخصم وتعود البناء. هذا اللي صعب المباراة على المنتخب المغربي خاصة ملي كتمشي الكرة في الجهة اليمنى. نور الدين امرابط ما كانش عنده تلك الفعالية الثنائيات اللي كنا كنبغيو انه يدير، وكذلك العرضيات الفريق الاخر كان كيدافع دائما بجوج لاعبين في الباندات، كان كيخرج جوج لاعبين مما كيصعب عليك انك دير العرضية بطريقة اللي مزيانة، كتولي انك على الاقل تلعب الاندو ليزيندو وحدة جوج وتدخل. هنا كان المشكل ديال نور الدين امرابط، بينما الجهة الاخرى شفنا فعالية وحركية كبيرة كانت من اللاعبين. اشرف حكيمي كان كيمشي كيحيد البوفال اللاعب، كذلك كان كيقرب مبارك بوصوفا، وشفنا بانه بوفال كان كيدخل بالكرة لسوء الحظ، هو كان واحد شوية ديال التركيز خاص لبوفال وما يتسرعش، بعض المرة الكرة كيخرج هو وياها من خط المرمى، كان مخصوص انه من خط الزاويه ما كانش انه يتسرع ويلعب بواحد الاقتصاد ويلعب كيف ما كنقولوا ومثبت بعقله، ويحاول انه يرجع خاصه اللاعبين القادمين من الخلف يعطيهم فرصه انهم هما اللي تكون عندهم الكره وتكون عندهم رؤيه احسن من هو اللي كيمشي كيسد عليه في الزاويه المغلقه اللي كتكون على خط المرمى اللي كتصعيب عليك انك تاخذ القرار، خاصه انه كيلعب بالقدم اليمنى وما كيلعبش بالقدم اليسرى. هذه هي الطريقه اللي لعب بها المنتخب المغربي والمنتخب ديال ناميبيا اللي صعبت علينا المباراه، الى حين في اخر الدقائق جات تلك ضربه الخطا اللي تنفذت بطريقه جيده
والتحرك ديال اللاعبين ديال المنتخب المغربي والخطا اللي كيجي تحت الضغط من اللي كترمي بالثقل ديالك على الفريق الخصم. شفنا المنتخب المغربي هز الريتم، الفريق الخصم فهو ولا كيدافع ب 4 4 نفس الطريقه اللي كان لعب بها، ولكن الخطا اللي كيجي كيعطينا هدف اللي سوء الحظ جا مؤخر شويه. الهدف ديال ناميبيا العكسي اللي ماركاو على روسهم، كنت ماركا في الشوط الاول كنا نشوفوا المنتخب المغربي يقدر يربح بحصه عريضه ملي كتلعب مع فرق بحال هادو، وخاصه شفنا المباريات الاولى نيجيريا مع بروندي، مصر مع الزيمبابوي، كذلك غينيا والمباراه اللي لعبات مع مدغشقر، كتشوف بان هاد كاس افريقيا خاصه المباريات الاولى الفرق يلاه كتستانس مع ارضيه الملعب مع الاجواء، كذلك درجه الحراره اللي عاليه، كذلك ملي كتكون كتلعب مع منتخب اللي ما كتعرف عليه والو، ولا بد انك تكون عندك احتياط كبير. رونار اليوم فهو خدم ذكي بزاف، مرماش بالثقل ديالو، ما خلاش الظهر ديالو عريان، الدفاع ما خلاش عريان باش ما ناخذوش ليه كونتر، فهي طريقه اللي جيده. المنتخب المغربي ملي كيلعب مع فرق بحال هادو الا ماركيتي في الاول تقدر تكون مرشح انك تزيد توسع الفارق من حيث الاهداف، ولكن كل ما تعطلتي كل ما الفارق الاخر كياخذ ثقه وكتصعب عليك المباراه، وهذا الشيء اللي شفنا اليوم. المنتخب المغربي في المجمل والخلاصه فالاهم هو اليوم، ماشي هو اننا نربحوا بحصه عارضه، ماشي هو اننا نديروا اداء كبير، الاهم هو اننا ناخذوا 3 نقاط باقل جهد، بمعنى انه ما تكونش اصابات والحمد لله، وما يكونوش بطاقات اللي ممكن انك تحرمك من لاعبين اخرين في القادم المنافسات، ومازال مشوار طويل ان شاء الله ديال المنتخب المغربي. الحمد لله ربحنا فقط بواحد الصفر، الاهم هي 3 نقاط وإيه الفوجيري المنتخب المغربي غادي يجري. إذا إخواني من خلال هذه الخلاصة والتحليل ديال المباراة كنتمنى أنهم إخواني يكونوا فهموا الطريقة اللي وصلت لهم من وجهة نظر ديالي من طبيعة الحال، وكنتمنى إخواني أي رأي والرأي الآخر ألف مرحبا في قسم التعاليق. المباراة ديال الجزائر وكينيا غادي تلقاو فيديو أيضا إن شاء الله بعد المباراة، تحليل المباراة، كل التوفيق للمنتخب المغربي في المباريات القادمة، وكذلك كل التوفيق للمنتخب الجزائري في المباراة ديالو هذا المساء. كان معكم محمد الحجوي من قناة منتخب فانز، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.